إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على النعم الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ودائماً وأبداً. إن من أجل نعم الله علينا وأتمها وأعظمها وأعمها نعمة هذا الدين، نعمة هذا الدين الذي ارتضاه لنا وأكمله وجعله مهيمناً على الدين كله. فما أعظمه من دين، وما أحكمها من ملة، وما أرحمها من شريعة، شريعة سمحة سهلة يسيرة. فينبغي للمؤمن أن يعتز بدينه ويفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن النعم السابقة العظيمة التي أولتها شريعتنا المباركة العناية بطاعة ولاة الأمور، فبهم بعد الله سبحانه وتعالى يستقيم أمر الدين وأمر الدنيا والآخرة، ويصلح الحال والمآل، وتدفع الفتن والمحن. فلهم منا الشكر والتقدير، فهم حريصون على إقامة الحق ونشر العلم وإقامة العدل ونصر المظلوم وردع الظالم، والحرص على حفظ الأمن وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم. أيها الإخوة، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، طريق السعادة وطريق الهداية، هو طاعة الله ورسوله في كل شيء، وطاعة ولاة الأمور، وطاعة ولاة الأمور في المعروف، فهي من طاعة الله ورسوله. عن عبادة بن الصامت أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا
وألا ننازع الأمر أهله، متفق عليه. إخواني في الله، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقير ولاة الأمور وإكرامهم، وأوصى به أمته، وسار الصحابة رضي الله عنهم على هذا النهج القويم، فأوصوا من بعدهم بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدوا أبواب الفتن عن الأمة، وعاشوا على خير وأمن وأمان. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا، ولا نغشهم، ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر. فلهذا كانت طاعتهم أصل عظيم أمر الله به في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جزى الله عنا كل خير ولاتنا على كل شيء قدموه وأجزل، هم أهل فضل بعد رب مهيمن، فليس يجازيهم حروف مقامتي. أدين لهم بالسمع والطوع شرعة، أدين لهم بالسمع والطوع شرعة، فذاك ورب البيت فعلي وشامتي، على نهج أسلاف كرام أعزة، على نهج أسلاف كرام أعزة، فإن به حسن الخطى ودعامتي، فإن به حسن الخطى ودعامتي. يا عبد الله، حري بنا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة ولاة الأمور، وأن نتحدث بها شكراً لله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإني أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل جهودهم المباركة في موازين حسناتهم ورفعة درجاتهم، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وأن يوفقه ونوابه وولي عهده الأمين وإخوانه وأعوانه على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويمنحهم الفقه في الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. كما يسرني أن أتقدم بالشكر والثناء لوالدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على حرصه وعنايته بالعلم الشرعي، فجزاه الله خير الجزاء وجعل هذه الأعمال العظيمة في موازين حسناته. كما أتقدم بالشكر والثناء للقائمين على المنتدى الإسلامي على جهودهم الغراء وإقامة مثل هذه المجالس المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء. وأخص بالشكر الشيخ الفاضل عمر المنصوري، جزاه الله خير الجزاء وجعل هذا العمل في موازين حسناته. والشكر موصول لجميع منسوبي دائرة الشؤون الإسلامية. أيها الإخوة، مجالس العلم وحلق الذكر فيها حياة للقلوب،
وطهارة للنفوس وسبيل للسعادة في الدارين، لأنها تعرف بالله وتقرب منه، وفيها يتعلم المسلم دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما هي رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي هذا الحديث الحث على لزوم مجالس الذكر لما فيها من الخير للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم علامة على سعادة العبد، وأن الله عز وجل أراد به خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهناك حديث عظيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، أي سياحون، فضلا سيارة أي مفرغون لهذا الشيء، مفرغون لهذا الشيء، يتبعون مجالس الذكر، يطوفون في الطرق ويتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، أي جلسوا قريبين منهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب، لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ وفي رواية: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قالوا: وما ويستجيرونك، أي يتعوذون. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ وفي رواية يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. وفي رواية يقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: ربي فيهم فلان، ربي فيهم فلان، عبد، خطاء،
خطأ صيغة مبالغة، كثير الخطأ. إنما مر فجلس معهم، ليس يعني ليس له حاجة، إنما ليس له يعني لم يأتي لأجل العلم، وإنما جاء لحاجة. فقال الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا جميعاً، وأن يغفر لنا، وأن يعفو عنا. أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم عنوان هذا المجلس العلمي، أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلساً مباركاً، يكون الحديث في هذا المجلس العلمي بإذن الله تبارك وتعالى عن الحج وأحكامه وحكمه ومقاصده والمسائل التربوية المستفادة من الحج. إخواني بارك الله فيكم، الحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الله عز وجل الحج، فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة أو قريبا من العاشرة، فأذن فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى وطاعةً له جل وعلا وتنفيذاً لأمره سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. جاءوا ركباناً ومشاةً شوقاً إلى الحج، يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينالوا شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقدم إلى المدينة
بشر كثير كلهم يريد الحج، يريد وجه الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم أن يتعلم، ينبغي على المسلم الذي يريد الحج أن يتعلم وأن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان صلى الله عليه وسلم يحج. إذن يجب على المسلم الحاج الذي يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج، أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج، لأن بعض الناس يذهب إلى الحج ويحج ثم يرجع إلى بلده ويسأل العلماء: تركت الوقوف في عرفة، تركت طواف الإفاضة. الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، من ترك الوقوف في عرفة لا حج، ليس له حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. لذلك يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال: لتأخذوا عني مناسككم، أي تحجوا مثل حجي، لتأخذوا عني مناسككم. فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج وأن يقرأ الكتب المصنفة في الحج وأن يسأل أهل العلم عن أحكام الحج قبل أن يذهب إلى الحج. أيها الإخوة، نختم هذا المجلس بذكر بعض فضائل الحج. يقول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو المقبول الموافق للكتاب والسنة، الموافق للنبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور هو الذي ابتعد عن الفسوق والرفث والمعاصي، وكون الحج يكون مبرورا ومن علامة كون الحج يكون مبرورا أن الإنسان يتغير من حال من الأحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الأحسن، ويرجع من حجه وقد تاب من المعاصي والذنوب.
ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم قال، أو قبل هذا الكلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. فيجب على العبد أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا كان مستطيعاً مالياً وبدنياً، أو عنده مال ولكنه غير مستطيع بدنياً، ينيب عن نفسه، يكلف شخصاً يحج عنه لأنه يعتبر مستطيعاً. لماذا؟ لأن عنده مال. والحج على الصحيح على الفور، أي يجب على الفور، يجب على الفور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له. أيها الإخوة، ويدخل في الاستطاعة، وسوف يأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، يدخل في الاستطاعة التصاريح الرسمية والتأشيرات. ربما شخص عنده مال، عنده مال ومستطيع بدنيا، ولكن ما عنده تصريح، ما عنده تصريح أو ما عنده تأشيرة، فهذا يلحق بالذين ليس لهم استطاعة، ليس عندهم استطاعة، يعني يعتبر شرعا غير مستطيع، يعتبر شرعا غير مستطيع. صحيح أن عنده مال ومستطيع بدنيا، ولكن ليس عنده تصريح الحج أو تأشيرة. هكذا قرر العلماء رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلكم ممن أعطي، ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين، واجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم ورفعة درجاتهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.